مساء الفل واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من عالم السيارات. في الفيديو ده هنعمل مقارنه سريعه لابرز واهم النقاط بين اوكتافيا A8 موديل 2022 واللي طرحت في السوق المصري مؤخرا بزيادات سعريه رسميه بتتراوح ما بين ال 5000 جنيه وال 20000 جنيه على بعض الفئات، وده بعد ما كيان ايجيبت فتح باب الحجز على كل موديلات 2022 من سكودا. المنافس الثاني هتكون رينو ميجان فيس ليفت 2022، طرحت محليا يوم 1 سبتمبر بمنظومتين حركة، المنظومة الأولى بمحرك 1.6 لتر بتنفس طبيعي، والمنظومة الثانية بمحرك 1.3 لتر مع شاحن تربو. هنختار في مقارنتنا النهاردة أعلى فئة من العربيتين، يعني ستايل بلاس في الأوكتافيا والسيجنتشر في الميجان، وخلونا نبتدي المقارنة بالأسعار. مبدئيا بعد الزيادة الرسمية على أوكتافيا 2022 اللي قلنا عليها، زادت فئة الستايل بلاس 10000 جنيه عن موديل 2021، فبقى تمنها 530000 جنيه، في حين أن سعر أعلى فئة من رينو ميجان 384000 جنيه، يعني فرق سعر 146000 جنيه ما بين العربيتين. تاني حاجة هنقارن بينها هي المساحات، وإن بالعين المجردة هنحس أن ميجان أطول وأعرض بفضل تصميمها المميز، لكن الحقيقة أنه فرق الطول والعرض بين الأوكتافيا والميجان لا يتعدى المليمترات، وكذلك طول قاعدة العجلات اللي تعتبر متقاربة جدا بين العربيتين. الفرق الحقيقي في أبعاد العربيتين هيظهر معانا في الخلوص الأرضي اللي بيفرق حوالي 2 سنتي في ارتفاع الميجان، واللي بيوصل ل 16 سنتي، في حين أنه في الأوكتافيا بيكون 14 سنتي. مساحة الشنطة كمان واحدة من أهم الاختلافات في المساحات والأبعاد بين العربيتين. الأوكتافيا فيها ميزة، وهي أن الإزاز الخلفي بيفتح مع باب الشنطة، وده بيديك مساحة دخول أكبر، لكن الميجان مش كده. أما مساحات الشنطة الفعلية في العربيتين فبتكون في الأوكتافيا 600 لتر وفي الميجان 503 لتر، يعني فرق حوالي 97 لتر لصالح الأوكتافيا. تالت جزء في مقارنتنا هي منظومة القوة، والمكونة في الأوكتافيا من المحرك العبقري TSI بسعة 1.4 لتر مع شاحن تربو، ومتوصل بنقل حركة 8 سرعات بتكنولوجيا شيفت باي واير من شركة آيسن اليابانية. المنظومة دي بتطلع قوة حصانية 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر. في الميجان هنلاقي محرك بسعة 1.3 لتر التربو، أول مرة يطرح عندنا في مصر، ومطور بالشراكة مع شركة مرسيدس، ومتوصل بنقل حركة دول كلاتش بتبريد زيت من 7 سرعات. المنظومة دي بتطلع قوة حصانية 150 حصان وعزم 240 نيوتن متر، يعني فرق حوالي 10 نيوتن متر بس بين الميجان والأوكتافيا. ندخل بقى على عوامل السلامة والأمان واللي مشتركة في نقاط كتير بين العربيتين، زي أنظمة الفرامل والثبات الإلكتروني ومثبت ومحدد السرعة ومانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة وفرامل الإيد الكهربائية، لكن رينو ميجان بتتفوق على الأوكتافيا بنظام مراقبة ضغط الإطارات وتنبيه السائق في حالة الإرهاق وحساسات الركن الأمامية، بالإضافة كمان لعدد الإيرباكز اللي بيوصل لستة إيرباك في الميجان، في حين أنه بيبقى 4 بس في الأوكتافيا. أشكركم جدا على متابعتكم، أشوفكم في فيديو جديد ومقارنة جديدة، مع السلامة.